السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة شفا بشكي إبراهيم، التي هي منكم وإليكم. نتمنى لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة إن شاء الله. اليوم غادي نصوب لكم القطبان ديال الكبدة ديال الحولي إن شاء الله مع القلب. نتمنى منكم تردوا بال المقادير ديالنا والطريقة اللي غادي نعملوا إن شاء الله باش نوصلوا نعطيكم نتيجة إن شاء الله مزيانة وزوينة. الكبدة ديالنا ها هي، والقلب بالفاف ديالنا او الشحمه ديالنا ها هي. الشحمه كتجي هذه اللي عندي الحولي غليظ شويه، يعني الشحمه ديالو غليظه. هذه الشحمه ما غاديش ندورها للكبده، يعني غادي نقطعها مرصوات وغادي نديرها ما بين كل كبده وكبده الطرف ديال الشحمه. بالنسبه لكم اللي عنده حولي عنده هذه رقيقه، يدورها المرصو ديال الكبده ديالو دوره او جوج دورات عادي، يديرو في القطبان ديالو غتجي احسن، غتجي احسن. الا كانت الكبده بحال هكا، هذه غليظه بحال هكا، هذه غليظه شويه، هذه البلاصه رقيقه، هذه غليظه، ما يمكنش لك دير بد هكا طول من هكا ولا تكثر بزاف. كنجيبوا الكبده ديالنا ها هي، كنحطوها باش نحطوها هنا باش غير ننشفوها شويه، غادي ننشفوها مجرد اننا ننشفوها. وكيخصنا شويه زيت العود، شويه ديال الملح والبزار والكمون، هادو هما اللي غادي يخصونا القطبان. يمكن لكم ديروا قطيبات صغار بحال هادو، يمكن لكم ديروا كبار، يمكن لكم ديروا ديال اللي موالفين كديروه. وكننصح الناس الاغلبيه ديال الناس يديروا القطبان ديالهم، يديروا الكبده ديالهم فوق المجمر. حنا درنا الاله كهربائيه زربانين وسميتو اما القطبان، راه كيجيو فوق المجمر، فوق المجمر اروع واحسن. غير المجمر خصو يكون شاعل، كلشي سميتو الجمر ديالنا خصو يكون كله شاعل، ما يكونش فيه داك الكحوليه وداك الشيء، خصو يجي شاعل. وحركوه قبل ما تبداو طيبوا فيه، حركوه باش داك الرماد وداك الشيء يهبط لتحت، ينزل لتحت. عادي يمكن لكم طيبوا القطبان ديالكم باش يجيكم، ما يجيكمش مسخي، ما يجيكمش عامرين بالرماد، ما يجيكمش يعني بزاف ديال المسائل خصك تردوا لهم البال. الكبده ديالنا ها هي، درناها حنا باش دار، غادي نقلبها شويه هكا ونخليها شويه، عاد نقلبها الجهه الاخرى ان شاء الله. الالات الكهربائيه سهلوا علينا المسائل بزاف، واني كننصحكم والنصيحه يعني الكبده وهذا الشيء ديروا فوق المجمر، راه كيجي اروع، كيجي اروع احسن من الاله الكهربائيه. اللذه ديالو حتى هي ديك الساعه كتكون الد، كيكون الد واروع. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نصوبوا هذه الكبده ديالنا، وغادي نوريكم كيفاش نقطعوها وكيفاش نديروها في المسامر وكيفاش نتبلوها بهذه التوابل اللي قلنا لكم. هنا كنحيدوا هذه القشره البيضاء، هذه حاولوا غير تحيدوها بشويه، ما تخسروش هذه القشره البيضاء اللي في الكبده، نحاولوا نحيدوها بالمهل. داكشي علاش كندوزو فوق العافية باش نحاولو نحيد ليها هاد القشرة البيضاء ديالنا. كنقطعوها مرصوات، كل واحد كيدير مرصو قداش من الراه، أنا كنديرهم شوية مويان، مكنديرهمش كبار بزاف. هانتوما كنقطع بزاف تقريبا ديال هاد المرصوات بحال هكا. الكبده ديالي ما والكبده ديالكم ردوا ليها البال، هي والريه ديال الحولي، وشوفوا واش ما فيهم شي حاجه. لا طرح لكم الشك بان فيهم شي حاجه، من الاحسن تحيدوهم نهائيا، ما تسلوهمش. اللي فيه الاكياس ولا فيه شي حاجه ماشي طبيعيه، من الاحسن الانسان يحيد داكشي. الا كان حوي الحمد لله مزيان طبيعي ماشي مشكل، كلشي كيبان، كلشي كيبان.
الجلده ديالنا هي مقطوعه، كندير شويه ديال زيت العود بحال هكا، غير شويه معلوقه كبيره، كندير الكمون هكا، كندير شويه ديال البزار، كندير شويه ديال البقره، مكتروش البقره، كنحطو الخارج ديالي بحال هكا. الكبده ديالي ها هي موجوده، ولا كان ممكن خليوها تريبوزا واحد شويه، خليوها تريبوزا واحد شويه من الاحسن. طبعا كناخدو القصبان ديالنا ديال الكبده، كنعمرهم بهذه الطريقه. انا درت قصبان صغار لان الكبده ماشي كثيرة بزاف، وبغيت يكون عندي واحد العدد شوية ليك في العائلة. هكا القطبان ديالي ما كنطيبهمش دروك، كنخليهم كنحطهم في طبسي الخر، وكنستمر في هذه العملية تنصوب المقدار اللي غادي يكفيني ان شاء الله. كندير الشحمة وندير الكبدة ونعاود ندير شوية هذاك اللي يكون مغليظ، داكشي علاش ما كندورهاش الكبدة ديالي، يعني كندير مرسوات كيجيوها من هاد الجنب وهاد الجنب بدون ما تجي ملفوفة في الشحمة. نستمر على هاد العملية، كنصوبو هانتوما بحال هكا، يمكن لينا نصوبو بحال هكا، يمكن لينا نديرو هكا. مرحبا، هادو هما القطيبات ديالي، ها هما غنديرهم هانتوما كتشوفو تبارك الله. لا عطاوني 15 القطبان صغار بحال هكا، القطبان ديالنا كنديروهم وكنقلبوهم مرة مرة، كنقلبوهم كل مرة حتى يطيبو على خاطرهم. مرة كنقلبو الكتيبة ديالنا مرحبا، كنبقاو نتبعو القطبان ديالنا، نردو ليهم البال ونقلبوهم مرة مرة حتى يطيبو لينا. هادشي بالنسبة للناس اللي غادي يطيبوهم في آلة كهربائية بحال هادشي. بالنسبة للناس اللي غادي يديروهم فوقهم جمر، بطبيعة الحال القطبان كنديروهم في الشواية، كنقلبوهم مرة مرة حتى كيطيبو لنا شوية. هنا كان نرشهم شوية الملحة، غير شوية، وشوية الكمون، وشوية البزار، اللي عنده آلة بحال هذه ملي يشوف القطبان ديالو هذاك الزيت اللي تحت منهم كنجروه هكا،
هاد لاكريس ديال الشحمه كنحيدو هاد، نقصو هاد لاكريس مزيان، هاكا كم. هادو هما القطبان ديالنا، راه كيجيو هائلين ورائعين وطيبين مزيان، يعني كتجي البنه ديالهم وكيجيو هشاش. ونتمنى لكم تجربهم بهذه الطريقه، كاين مذاق رائع بهاد العطريه وبهاد الطريقه باش صورتهم، راه كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين. والله كلني قلت ندوقهم تندوقهم، ولكن الحمد لله بنادم كل واحد في دارو وكل واحد سميتو بعد ما قربش. انا كنهضر من نيتي، ماشي كان داكشي ممتاز. والله ديرهم بهذه الطريقه وديرهم بهذا سميتو، حتى يعجبكم ويعجبوا ولادكم ويعجبوا ازواجكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحتى نتوما ايها الازواج اللي كطيبوا بهذه الطريقه المزيانه، جربوها وشوفوا العائله ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم اش غتقول. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.